أهلا بكم من جديد، ونبدأ معاكم هذه الفقرة بمجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات. قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن من شروط إقامة صلاة الجمعة هو توافر الأمن لإقامتها في مقدمتي الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر فإن الجمعة ممكن أنها تصلى ظهرا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان. النهاردة يعني يوم الجمعة، فالناس يعني تراعي قدر الإمكان أنها ممكن تاخد بهذه الرخصة الشرعية وتصلي في المنزل. وزير الأوقاف أكد عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل، لكنها بتصلى كصلاة الظهر في المنزل. أيضا عدم جواز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس. وكمان جدد وزير الأوقاف تحذيره لجميع العاملين بالأوقاف من مخالفة التعليمات المتعلقة بغلق المساجد، وناشد الجميع بالالتزام بالتعليمات حفاظا على حياتهم. يعني الحقيقة ممكن أي أسرة النهاردة تتجمع وتصلي الظهر جماعة بدل ما يروحوا يصلوا الجمعة لحفاظا على حياتهم وحياة المجتمع كله. ودين يعني يسر مش عسر، فودي رخصة نحن ممكن نحن نستخدمها، لأن احنا دلوقتي في وقت أزمة. وزارة النقل نفت في بيان لها ما تنقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق يومي الجمعة والسبت، لكن بتتوقف طبعا مع ميعاد الحظر. مواعيد الحظر، يعني مواعيد الحظر موجودة الجمعة والسبت زي بقية الأيام، لكن الفرق بس إن المحال التجارية هي اللي بتقفل طول يومين الجمعة والسبت. وزارة النقل مش كل كمان محال التجارية، يعني الصيدليات مفتوحة، المخابز مفتوحة، محلات البقالة والأكل دي مفتوحة. تمام. الوزارة كمان أكدت أن قطارات السكك الحديد والمترو بتعمل على مدار أيام الأسبوع وفقا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر واللي أقره مجلس الوزراء. يمكن في اليوم الثاني لقرار حظر التجول جزئيا لمدة أسبوعين لمكافحة فيروس كورونا، خلت شوارع محافظات مصر من المارة والسيارات والمركبات، ده ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم. كمان حرصا على تنفيذ قرارات الحكومة، الأجهزة الأمنية سيطرت على جميع الميادين والشوارع في إطار تنفيذ القانون على الجميع لضمان استمرار قرار الحظر حتى 6 صباحا. كاميرا قناة النيل نزلت الشارع وقت الحظر وصورت هذه اللقطات وجمعتها لحضراتكم في هذا التقرير. مع دقة 7 مساء بدأ سريان قرار مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، فيما التزمت المحال التجارية والحرفية بقرار الإغلاق في 5 مساء. ففي محافظة القاهرة انتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة بربوع المحافظة لتنفيذ قرار غلق المحلات وتطبيق حظر التجوال في الأحياء والميادين. ففي محافظة الفيوم جابت سيارات النجدة والدوريات أرجاء العاصمة والقرى المتاخمة لتطبيق سريان الحظر منذ بدئها. وفي محافظة الغربية فقد امتثلت المحلات التجارية والحرفية للغلق في 5 مساء، بينما سيطرت قوات الأمن على محاور الطرق العامة والداخلية بالمحافظة. وفي محافظة دمياط انتشرت قوات الأمن في الميادين والشوارع لتطبيق القانون على المخالفين لخرق الحظر، فيما بدت جميع الشوارع خالية من المارة. تحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان للمواطنين هدف انتشار الأقوال الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضمن إجراءات الدولة لحماية الممتلكات والمواطنين. الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع هدف سعت إليه الأكمنة الأمنية التي انتشرت في محافظة الدقهلية لتعلن خلو الشوارع من المارة وغلق المحال التجارية بأكملها. سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية جاءت لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في جميع أرجاء محافظات مصر. في إطار متابعة فعاليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أشادت وزارة الداخلية بتعاون المواطنين مع قوات الشرطة في تطبيق الإجراءات اللي بتتخذها الدولة للحفاظ على سلامتنا وأمننا. وزارة الداخلية أكدت أن التجاوب ده ساهم بشكل كبير في اطلاع قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ القرار أنها تقوم بمهمتها على الوجه الأكمل، وبيؤكد مدى تفهم وعي المواطنين الإجراءات اللي بتتخذها الدولة.
بمجرد أن ضاقت الساعة الخامسة مساء بدأت المحال التجارية والمقاهي والمراكز التجارية وما يماثلها وينطبق عليها قرار مجلس الوزراء بالإغلاق في هذا التوقيت وحتى السادسة صباحا. أجهزة وزارة الداخلية انتشرت في الشوارع والميادين لمتابعة تنفيذ قرار الغلق وإلزام المخالفين بالتطبيق وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حرصا على سلامة وصحة المواطنين. التوقيت كان قبل ساعتين من تطبيق قرار حظر حركة المواطنين. تشير الساعة إلى السابعة مساء موعد تطبيق قرار حظر حركة المواطنين. خفت حركة السير في الشوارع وبدأت أجهزة وزارة الداخلية في وضع نقاط تفتيشية وارتكازات لتطبيق حاسم لقرار الحظر، والذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد. انتشار كبير للقوات على مستوى الجمهورية لتطبيق القرار. الأقوال الأمنية تجوب الشوارع والميادين المختلفة، الحواجز منتشرة بالشوارع عليها خدمات أمنية والتزام كامل من المواطنين بقرار حظر تحركاتهم، فالكل يعلم أنه قرار لمصلحتهم ويهدف إلى الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأن وزارة الداخلية لا تألو جهدا في تنفيذ الدور المنوط بها في إطار الإجراءات التي تعتمدها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما قامت الوزارة بتوفير مظلة تأمينية تضمن حماية الممتلكات خلال فترتي الغلق والحظر والتصدي الحاسم لكل محاولة للخروج عن القانون استغلالا لخلو الشوارع من المارة. وكان السيد محمود توفيق وزير الداخلية قد قام بجولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار القوات الشرطية المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بحظر تحرك المواطنين، أعرب خلالها عن ثقته في أداء رجال الشرطة لدورهم في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وتجاوب المواطنين مع ما تتخذه الدولة من إجراءات من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم. وهكذا فإن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقا للقانون مع أي محاولة لخرق القانون والتشكيك فيما تتخذه الدولة من إجراءات لحماية مواطنيها. على المواطن أن يلزم بيته ويلتزم بالتعليمات والقرارات التي تصدرها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وآخرها حظر حركة المواطنين والذي تطبقه وزارة الداخلية بكل حسم. ليبدو هذا المشهد، شوارع خالية تماما من المارة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نفذت القوات المسلحة المصرية عمليات تعقيم وتطهير بعدد من المواقع الحيوية بالقاهرة، من بينها محور صلاح سالم ووزارة التعاون الدولي. طبعا ده مهم جدا، لأنه لو شفنا الصين عملت إيه عشان تقدر تسيطر على الفيروس، كان من أهم الخطوات أنها طهرت كل المباني وكل الأسطح وحتى الشوارع كلها، لأنه الفيروس ده بيعيش على الأسطح لفترات الحقيقة ممكن توصل ل 14 و16 ساعة، في بيتقال أنه بيعيش على الأسفلت بالأيام. فالحقيقة يعني لازم التطهير المستمر لكل الأسطح، وإحنا حتى في بيوتنا في منازلنا اللي بيروح الشغل زينا على طول بيطهر كل الحاجة اللي ممكن تتلمس حواليه، لأنه الوقاية مهمة جدا في الفترة دي. هنتابع التقرير اللي جاي اللي بيرصد جهود القوات المسلحة في تطهير وتعقيم الشوارع والمباني الحكومية المختلفة. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بمواصلة خطتها في اتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة، وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأطقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائي لمحور صلاح سالم كمحور ربط رئيسي للحركة المرورية من وإلى القاهرة للعديد من المحافظات كدمياط، بورسعيد،
الشرقية، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، كذا العديد من الأحياء والميادين الرئيسية، فضلاً عن تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دوري. وحرصت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية التي تقضي على الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس وتوفير المناخ الآمن للمواطنين. وفي سياق متصل، تم إجراء التعقيم والتطهير الوقائي اللازم لوزارة التعاون الدولي وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات. وقدمت الدكتورة سامية حسين مساعد وزيرة التعاون الدولي الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التي تهدد الوطن. يأتي ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المتواصلة في مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان تحقيق وقاية الشعب المصري من أي خطر محتمل. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقرر الاكتفاء بما درسه طلاب صفوف النقلة حتى 15 من مارس الجاري، وده مراعاة لظروف أزمة فيروس كورونا. الحقيقة ده كان في رسالة مصورة لوزير التربية والتعليم، اللي أضاف أيضا أنه هتستكمل أجزاء المناهج التعليمية المتبقية في العام الدراسي التالي إن شاء الله على خير. يا رب تكون هذه الأزمة يعني انزاحت عن البشرية جميعا إن شاء الله بإذن الله. سنوات النقل اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت من ثالثة ابتدائي لتاني إعدادي، كنا اتكلمنا عن مشروع هيقدم للطلاب يحلوه بديلا عن امتحان الترم الثاني. هذا المشروع هيكون بيغطي المادة اللي تم تدريسها بعد انتهاء أجازة نص سنة إلى يوم 15 مارس، المحتوى ده بس. كما أعلن دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تقرر الاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي المقرر له يوم 15 إبريل 5 إبريل 15 ولا 5 الخامس من إبريل 5 إبريل أنا أسفة، للطلاب الصف الأول وثانية ثانوي، ده هيكون من المنزل. كمان وزير التربية والتعليم أشار إلى أنه سيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات. أولى وتانية ثانوي برضو هتغطي المنهج بتاع الترم الثاني لحد 15 مارس. وبالتالي الجملة اللي أنا بقولها دلوقتي تعني أن أي محاولة من أصحاب الدروس الخصوصية أنهم يكملوا لكم المنهج فيما بعد 15 مارس لا ضرورة لها، لأن احنا مش هنمتحنكم في هذا الجزء. وقال أيضا دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب التعليم الفني سوف يواصلون أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية. كمان أشار وزير التعليم إلى أنه كل ده بيأتي في ظل ظروف استثنائية بنمر بيها والبلاد بتمر بيها، مع مراعاة أن احنا نحافظ أيضا على المخرجات التعليمية وأن أبنائنا طلاب ما يتأثروش. سنوات النقل في مدارس التعليم الفني من أول يوم السبت 18 إبريل لحد الخميس 23 إبريل سيتم تكليف طلابها بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية سيتم الإعلان عنها في هذا التوقيت، وينفذوا تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وده هيتم بالتعاون مع مدارسهم. وحضراتكم عارفين التعليم الفني فيه تخصصات كتيرة جدا، الموضوع ده هنعرفه من مدارسنا عن طريق يا إما القنوات التعليمية يا إما المنصات التعليمية يا إما موقع الوزارة.
وجه الدكتور علي المسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين بالمرور الدائم على أسواق الجملة، ده لمتابعة حركة السلع لضمان وصولها للمواطن بالأسعار المناسبة. كمان وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن أسواق الجملة بتعمل على مدار 24 ساعة بكل أنواع السلع. تفتح أسواق الجملة أبوابها أمام تجار التجزئة، والأسعار لا تختلف كثيرا عن الأيام السابقة، بل أن كثير منها قد شهد انخفاضا ملحوظا في الأسعار. فأسعار الطماطم بأسواق الجملة قد شهدت انخفاضا كبيرا في الأسواق، فهنا تخرج العبوة زنك 22 كيلو بسعر يتفاوت ما بين 40 جنيها إلى 80 جنيها، والبطاطس ما بين الجنيه والنصف إلى 2 من الجنيهات. بطاطس من 2 جنيه ل 3 جنيه، الخيار من جنيه ونص ل 3 جنيه. النهارده أرخص من امبارح بثلثين، النهارده نزل الخضار ثلثين. فالناظر إلى هذا السوق يرى حركة لا تتغير سواء في دخول السلع أو خروجها لتجار التجزئة، غير أن الجديد عند الحديث مع تجار الجملة بالسوق هو توجيه الاتهامات لتجار التجزئة برفع الأسعار. هنا يطلع الخضار ببلاش يتباع بره بفلوس، أكبر حرام. كيلو القوطة زاد 5 جنيه عن البيع التجزئة بره. لازم الدولة يكون في رقابة على بياع التجزئة اللي بره، جشع جشع جشع. وبحسب تجار هذا السوق فإن تكلفة النقل على الكيلو الواحد لا تزيد عن الجنيه، إضافة إلى جنيه مكسب لتجار التجزئة. كيلو يتكلف جنيه على البياع من هنا، خبال سيادتك، وهو يكسب جنيه بس، يبقى أبو ثلاثة يبقى بخمسة. كل هذا جعل من مرور الأجهزة الرقابية بالتموين بتلك الأسواق سبيلنا، فهنا وقف المسؤول الأول عن حماية المستهلك طارة ليوجه، وطارة أخرى ليحذر. الغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه، وإضافة إلى عقوبة الحبس. أجهزة الدولة جميعها، جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبحث التموين، مع الرقابة التموينية والتجارية بوزارة التموين، تنسيق تام بناء على توجيهات السيد الدكتور علي المسلح وزير التموين. توجهات الدولة الاهتمام بالمواطن، تأكد من توافر السلع. وما بين هذا وذاك فإن الواقع يقول أن السلع متوفرة بكل أنواعها بعد جهود الدولة في إنشاء أكثر من 2000 صوبة زراعية. رمضان الشحات، النيلة. دلوقتي هنتعرف معاكم على أهم الأخبار الرياضية. نروح لجولة رياضية مع زميلة أمال نعمة.